السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مس مامي التعليمية. لدى أصدقائي هنكمل مع بعض يونت 8 إن شاء الله، هشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة علشان تقدر تشرحه لأولادكم بكل سهولة. انت أصدقائي تابعوا معايا لحد نهاية الفيديو علشان تستفادوا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله. Let's start. اول حاجة اصدقائي هنبدأ مع بعض lesson 4. هنا عندي الدرس الرابع بيقول listen and read، يعني استمع وكرر. هنا عندي اصدقائي في الجزئية دي هنتعلم مع بعض the water cycle، يعني دورة المياه. اصدقائي the water cycle اللي هي دورة الماء، هتكلم عن دورة الماء النهاردة اصدقائي بالتفصيل. اول حاجة عندي في دورة المية اصدقائي تبدأ عندي ب evaporation اللي هو التبخير، evaporation التبخير. طيب هنا عندي condensation، condensation يعني التكثيف، condensation. وهنا عندي precipitation، precipitation اللي هو هطول الأمطار، precipitation هطول الأمطار. وهنا أصدقائي accumulation، accumulation معناها التجميع. دي أصدقائي عندي دورة المياه هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل، هنشوف مع بعض أصدقائي اللي بعده، وطبعا الكلمات دي كلها عندي حفظ. Okay. هنا عندي أصدقائي أول حاجة بيقول read and trace، يعني اقرأ وتتبع. هنا بيقول our planet، يعني كوكبنا. كلنا عارفين أصدقائي الكوكب اللي احنا بنعيش عليه وهو كوكب الأرض. عندي بيقول our planet earth، عندي earth يعني الأرض، our planet earth يعني كوكبنا اللي هو كوكب الأرض. هنا بيقول is called، يعني يسمى، اسمه ايه، يعني كوكب الأرض اسمه ايه. هنا بيقول the blue planet اسمه الكوكب الأزرق. هنا عندي كلمة planet معناها الكوكب، وهنا عندي blue اسمه الأزرق، اسمه الكوكب الأزرق. يا ترى أصدقائي اسمه blue planet ليه؟ هنا بيقول because، لأن there is a lot of water، يعني يوجد الكثير من الماء. يبقى ليه اسمه blue planet؟ علشان يا أصدقائي there is a lot of water، علشان فيه مية كتيرة. plants نباتات and animals الحيوانات need water تحتاج للمية. يبقى عندي النباتات والحيوانات بتحتاج لإيه؟ تحتاج عندي water المية. هنا بيقول water المية on our planet، يعني بيقول المية على كوكبنا moves، يعني بتتحرك all the time، يعني طوال الوقت. بيقول يعني ان المية بتتحرك طوال الوقت. طيب هنا بيقول this is water cycle، ده اسمه ايه؟ ده اسمه دورة المياه. هيقول يا اصدقائي ان المية طول الوقت بيحصل ايه؟ بيحصل عندي moves all the time، بتتحرك طول الوقت، فده اسمه water cycle يعني دورة المياه. ازاي المس عندي بيحصل ده؟ يعني ايه المية بتتحرك؟ يعني ايه دورة المية؟ اول حاجة اصدقائي في خطوات water cycle دورة المياه بيحصل ايه؟ the rain falls from the sky، المطرة بتنزل من السماء. عندي بيحصل ايه؟ المطرة بتنزل من فين؟ from the sky، بتنزل من السماء. هنا بيقول the water المية goes to the sea، المية بتروح لفين؟ المية اصدقائي بتروح sea للبحر، rivers الانهار and the earth والارض. يبقى المية بتروح للبحار والانهار والارض. بعد كده بيقول ايه؟ the sun الشمس warms، يعني الشمس بتسخن، the sea بتسخن البحر، and earth والارض، and the water والمية becomes يعني اصبحت ايه؟ اصبحت water vapor، يعني اصبحت ايه؟ بخار مية. يبقى اصدقائي الشمس بتعمل ايه؟ بتسخن المية. كلنا عارفين اصدقائي لما بنسخن المية، المية بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها water vapor، يعني بخار مية. بعد كده اصدقائي عندي water vapor ده بيروح فين البخار ده؟ it goes into the sky، بيطلع فوق للسماء. بخار المية بيروح فين؟ لما الشمس سخنت المية، المية طلعت فين؟ لما الشمس سخنت المية، البخار بتاع المية راح فين؟ راح عندي into the sky، راح للسماء فوق. this is called evaporation، ده اسمه عملية التبخير. يبقى بخار المية لما بيطلع فوق للسماء دي اسمها ايه؟ اسمها evaporation، يعني عملية التبخير.
ايه الخطوة اللي بعد كده؟ بيقول then ثم the water vapor يعني بخار المية comes together يعني بيتجمع مع بعض to make clouds علشان يعمل ايه؟ هيعمل clouds اللي هي السحابة او يعمل السحب. This is called condensation يعني عملية التكثف او التكثيف. بعد كده بيقول the wind اللي هي الرياح blows يعني بتهب the clouds in the sky، بيقول ان الرياح بتهب السحب في السماء. when the clouds يعني عندما السحب اصبحت very big. قولي اصدقائي لما السحب بتكون very big يعني كبيرة جدا and heavy وتقيلة او ثقيلة يعني this makes rain ده بيعمل ايه؟ بيعمل مطر. الخطوة اللي بعد كده بيقول ايه؟ the rain المطر falls on the sea المطر بيسقط على ايه؟ على البحر and earth وعلى الارض and this is called precipitation ده بيعمل ايه اصدقائي؟ هطول امطار. لما المطرة بتسقط على البحر او الارض فده اسمه ايه؟ precipitation يعني هطول الامطار. the water goes into the earth يعني بيقول المية تنتقل الى الارض، وهنا بيقول rivers الانهار and the sea والبحار، يبقى المية تنتقل للارض والانهار والبحار ده اسمه ايه؟ this is اسمه accumulation يعني اصدقائي التجميع، يعني المية كلها بتتجمع فين؟ بتتجمع في الانهار والبحار او على الارض. بعد كده بيقول then the water cycle starts again يعني دورة المية بتبدأ من تاني. هنا بعد كده هنبدأ نحل مع بعض، طبعا دي عندي اصدقائي الكلمات، هنحفظ الكلمات وبعد كده هنبدأ ان احنا نجاوب على الاسئلة. هنبدأ نحل مع بعض. هنا بيقول fill in the gaps يعني املأ الفراغات، هنا جايب evaporation، جايب هنا عندي condensation precipitation، وهنا جايب accumulation اللي هي عملية التجميع. هنا number one بيقول in نقط the water goes into the earth rivers and the sea، بيقول يعني ايه اصدقائي؟ المية بتروح او بتتحرك يعني او بتنتقل للارض والانهار والبحار، طبعا دي عملية ايه؟ precipitation اللي هي عملية هطول الأمطار. تمام أصدقائي، فدي عندي number one. number two بيقول إن نقط the water goes into the sky في إيه؟ هنا بيقول المية بتروح للسماء أو المية بتتحرك أو بتتحول يعني للسماء، فدي عملية إيه؟ عملية التبخير اللي هي عندي evaporation. number three هنا بيقول إن نقط the water comes together to make clouds في إيه؟ المية بتتجمع علشان تعمل سحب، فدي عملية ايه؟ عملية التكثيف اللي هي condensation. number four النقط بيقول the water falls on the sea and earth، بيقول في ايه؟ هنا بيقول المية بتسقط على البحر والارض، طبعا دي عملية التجميع اللي هي accumulation اللي هي عملية التجميع، فدي عندي number four. هاي بيقول look and take يعني انظر وضع صح، شايفين معي اصدقائي هنا بيقول sky وهنا sea، طبعا دي عندي sky، هنا sun وهنا earth، طبعا دي عندي اصدقائي earth الارض، هنا جايب rain وجايب clouds، طبعا دي عندي rain، وهنا اصدقائي جايب عندي condensation وجايب عندي evaporation، طبعا دي عملية ايه اصدقائي؟ شايفين عندي هي الشمس سخنت ايه؟ سخنت المية، المية اصدقائي او بخار المية بيطلع لفوق، فدي عملية ايه؟ evaporation. تمام اصدقائي؟ أصدقائي طبعا هنا السؤال الخاص بترتيب الجمل، أول حاجة هقول إيه؟ هقول the rain يعني المطر، هقول falls يعني يسقط from، هقول the sky وحط عندي نقطة. السؤال اللي بعده هقول the water vapor اللي هو بخار المية ماله، هقول goes into the sky وحط عندي إيه؟ نقطة. طب هنا هقول earth اللي هو الارض، هقول عندي is called the blue يعني five sorry، وهنا عندي blue planet يعني الكوكب الازرق وحط عندي نقطة. يبقى اقول earth is called the blue planet يعني الارض يسمى ايه؟ الكوكب الازرق. هنشوف مع بعض اصدقائي اللي بعده. طيب شايفين معايا اصدقائي طبعا عندي الفقره دي احنا قريناها قبل كده، هنحل مع بعض على طول. هنا بيقول the نقط is our planet، طبعا مين هو اصدقائي؟ هقول earth، هقول الارض يعني كوكبنا.
number 2 هنا بيقول the earth is called يعني الارض اسمها ايه؟ هقول the blue planet يعني الكوكب الازرق. هنا number 3 planets and animals الحيوانات والنباتات بتحتاج لايه؟ need water بتحتاج للميه. the water هنا بيقول all the time بيحصل ايه؟ moves يعني بتتحرك. بعد كده اصدقائي هنا جايب عندي water cycle اللي هي دورة المية. قلنا اول حاجة بتبدأ بايه يا اصدقائي؟ اول حاجة بتبدأ عندي دي اسمها ايه؟ هقول evaporation اللي هي عملية التبخير، ان الشمس بتنزل اشعتها على المية وبتبدأ تسخنها، بخار المية بيبدأ يطلع، فدي عندي اسمها evaporation اللي هي عملية التبخير. الخطوة اللي بعد كده اصدقائي بخار المية اصدقائي بيبدأ كده هنا عندي يتكثف فوق، فدي عندي اسمها ايه؟ condensation يعني عملية التكثيف. بعد كده اصدقائي بخار المية لما بيتجمع هنا اصدقائي السحب طبعا بتكون تقيلة وبتكون كبيرة، فبيحصل عملية ايه؟ عملية precipitation اللي هي عملية هطول الامطار، فدي عندي كام؟ فدي عندي 3. اخر حاجة عملية ايه؟ accumulation اللي هي عملية التجميع، فدي عندي اصدقائي number 4. تمام، هنشوف مع بعض اللي بعده. بعد كده اصدقائي هنذاكر مع بعض lesson 5 الدرس الخامس، هنا الجزء الخاص بفونكس اللي هي الصوتيات. هنا اصدقائي هنتعلم حاجتين، عندي هنا SPR هنا بقول spur زي عندي spring اللي هو فصل الربيع، هنا عندي spray عندي STR بقول stir street يعني شارع، strawberry يعني فراولة، وهنا عندي straight يعني مستقيم. طيب بعد كده اصدقائي بيقول read and trace يعني اقرأ وتتبع، هنا بيقول spring is my favorite season بيقول الربيع هو فصلي المفضل، we eat strawberries in the street in spring بيقول نحن نأكل الفراولات في الشارع او في يعني الطريق، هنا بيقول في الربيع. تمام اصدقائي، هنا اصدقائي هنتعلم حاجة جديدة، هنا بيقول when writing your paragraph يعني عندما تكتب باراجراف. هنا عند كتابة الباراجراف يا اصدقائي بيعلمنا ان احنا اول حاجة لازم نبدأ بكابيتال ليتر، لازم نبدأ بايه؟ بكابيتال ليتر يعني بحرف كابيتال يعني حرف الكبير. تمام اصدقائي، دي حاجة مهمة جدا. ايه الحاجة التانية؟ بنكتب جملة يبقى بنحط في نهايتها ايه؟ بنحط في نهايتها نقطة، ولو احنا استخدمنا صيغة السؤال في كتابة الباراجراف بنحط ايه اصدقائي؟ بنحط علامة الاستفهام. تمام، هي اصدقائي مجموعة نصايح علشان لما نكتب باراجراف اللي هو نكتب الفقرة يعني لازم احنا نتبعها. اول حاجة نبدأ طبعا بكابيتال ليتر يعني حرف كابيتال، وكمان يا اصدقائي نحط في نهاية الجملة بنحط نقطة، ولو سؤال بنحط علامة الاستفهام. تمام اصدقائي، ده عندي بالنسبة للجزئية اللي فوق. قول read and trace يعني اقرأ وتتبع، my favorite season يعني فصلي المفضل is spring اللي هو الربيع، in the spring في الربيع the flowers grow in my garden يعني بيقول الزهور بتنمو في الحديقة بتاعتي، and there are butterflies وبيقول يعني يوجد فراشات، هنا بيقول everything grows and is new كل شيء بينمو بيكون جديد، كل شيء يعني بيكبر او بينمو بيكون جديد. What's your favorite season ما فصلك المفضل؟ هنا اصدقائي كل واحد فيكم هيبدأ يتعلم ان هو يكتب باراجراف، هيبدأ ان هو يكتب فقرة، وزي ما قلت اصدقائي ان احنا بنبدأ اول حاجة بايه؟ بنبدأ بكابيتال ليتر حرف كابيتال. زي ما شايفين معايا اصدقائي هنا عندي كتبنا جملة، الجملة بتاعتي خلصت حطيت عندي نقطة، هنا نفس الشيء بدأت جملة جديدة كتبت عندي الحرف بتاعي كابيتال ليتر. طبعا بنستخدم اصدقائي علامات الترقيم زي ما شايفين معايا بالشكل ده، في نهاية الجملة ببدأ ان انا احط نقطة، بعد كده ببدأ اني انا اعمل جملة جديدة، الجملة الجديدة بتبدأ بحرف كابيتال زي ما قلت، وبعد كده عندي بحط نقطة، ولو استخدمت سؤال في الفقرة بتاعتي ببدأ ان انا احط علامة استفهام. تمام يا اصدقائي، ده عندي بالنسبة لكتابة الفقرة او يعني كتابة الباراجراف.
اوكي هنشوف مع بعض اللي بعده. بعد كده هنا بيقول read and match يعني اقرأ وصل. زي ما شايفين معايا اصدقائي هنبدأ كده نعمل match. هنا اول حاجة عندي بيقول spray، spray اللي هو البخاخ، فطبعا دي اصدقائي عندي number one. هنا بيقول street، street اللي هو الشارع، فدي number two. strawberry فطبعا دي اصدقائي فراولة، هبدأ احط كده دي عندي number three. وهنا عندي spring اللي هو الربيع، فدي عندي اصدقائي ايه دي نمبر 4، فدي عندي نمبر 4. بيقول هنا look and complete يعني انظر واكمل، طبعا يا اصدقائي عشان وقت الفيديو هنكمل الكلمات دي لوحدنا. بيقول look and tick يعني انظر وضع صح. هنا اصدقائي طبعا ده عندي يقول street or strawberry، طبعا ده عندي street. هنا عندي ده spring، وهنا عندي بيقول spray، فدي عندي spray اللي هي البخاخ. هنا اصدقائي طبعا دي butterfly اللي هي الفراشة، ودي عندي strawberry اللي هي الفراولة. تمام يا اصدقائي. هنا بيقول look at the pictures and complete with يعني انظر للصور واكمل به. هنا جايب strawberries اللي هي الفراولات، وهنا بيقول spring اللي هو الربيع. هنا بيقول is my favorite season يعني فصل المفضل، طبعا هختار عندي ايه اللي هو spring الربيع. we eat احنا بناكل ايه، هقول strawberries. طيب السؤال اللي بعده الخاص بترتيب الجمل، هقول ايه؟ اول حاجة هقول what is your favorite season يعني ايه فصلك المفضل، فدي عندي حط اخر حاجة ايه علامة الاستفهام. هنا هقول the flowers grow يعني يكبر او ينمو in، هقول my garden وحط عندي نقطة في الاخر. تمام هنشوف اللي بعده. هنا بيقول write a paragraph about يعني اكتب فقرة عن. هنا بيقول your favorite season يعني فصلك المفضل. هنا كل واحد فيكم يا اصدقائي هيبدأ يكتب عن فصله المفضل. هنا بيقول my favorite season is يعني فصل المفضل. كل واحد منكم هيكتب مثلا عن فصل الربيع، عن فصل الخريف، الشتاء، الصيف، اي فصل هو بيفضله هيبدا يكتب عنه. زي ما شفنا اصدقائي عندي في الصفحه اللي قبل كده، شايفين معايا اصدقائي هنا كتب ايه؟ كان بيقول my favorite season is spring. انا ممكن اكتب my favorite season is summer، اكتب ان فصل يعني فصل المفضل اللي هو الصيف. ممكن اقول in summer يعني في الصيف بيكون it's very hot يعني بيكون حار، and I can go to the beach with my family يعني انا بذهب للشاطئ مع عائلتي. ممكن كمان اقول I like eating an ice cream in summer، احب ان انا اكل ice cream في الصيف. ممكن اقول I wear light clothes in summer يعني انا ارتدي ملابس خفيفة في الصيف. ممكن اصدقائي نكتب اي جملة، اي جملة اصدقائي بتخليني اني انا احب فصل الصيف او الشتاء او الربيع او الخريف، يعني الفصل اللي انت بتفضله. اهم حاجة نراعي عند كتابة الباراجراف اني انا ابدأ بحرف كبير اللي هو capital letter، وحاجة تانية اني انا لو بكتب جملة راعي اني انا احط عندي النقطة اللي هي الفول ستوب. اوكي اصدقائي. طيب هنشوف مع بعض اللي بعده. هنبدأ ان احنا نكتب الجمل هنا بالطريقة دي. زي ما قلت هنكتب اي جمل، اهم حاجة نراعي شروط او قواعد كتابة الباراجراف. طيب هنا بيقول هنا عندي طبعا السؤال الخاص ب punctuate علامات الترقيم. طبعا اول حاجة دي عندي what، طبعا ده اصدقائي سؤال، فطبعا هنا هبدأ اول حاجة بكابيتال ليتر، هبدأ ان انا اكتب الجملة بتاعتي كاملة، هحط في الاخر علامة الاستفهام. هنا اصدقائي طبعا دي عندي جملة، هتبدأ اول حاجة بكابيتال ليتر، وبعد كده هحط عندي ايه، هحط نقطة. تمام اصدقائي هنشوف مع بعض عندي اللي بعده. بعد كده اصدقائي عندي lesson 6 ده الدرس السادس، بيقول how to conserve water at home يعني كيف تحافظ على المية at home يعني في البيت. ازاي اصدقائي نحافظ على المية؟ عندي كلمة conserve معناها يحافظ، يحافظ على المية. هنا عندي اصدقائي بيقول use only the water you need to make coffee and tea، بيقول يعني استخدم فقط المية اللي انت تحتاجها علشان تعمل قهوة او شاي،
يبقى احنا اصدقائي بنستخدم ميه قليله او يعني على قد احتياجنا. لو انا هعمل شاي او هعمل قهوه يبقى انا هستخدم الميه على قد الكوبايه او الفنجان اللي انا هعمل فيه شاي او قهوه. هنا بيقول نمبر 2 turn off يعني اغلق the faucet، يعني faucet معناها الصنبور الحنفيه، يعني اغلق الحنفيه. when brushing your teeth يعني عندما تفرش اسنانك او تنظف يعني اسنانك. نمبر 3 بيقول turn off the water يعني اغلق الميه. when putting shampoo on your hair يعني لما تحط شامبو على شعرك. take short showers not long baths بيقول يعني خد شاور او يعني خد استحمام او دش يعني يكون قصير، ما تاخدش دش يكون طويل. بيقول water your plants in the early morning or evening بيقول يعني اسقي النباتات في الصباح الباكر او المساء. بعد كده بيقول wash يعني اغسل fruits الفاكهة and vegetables الخضروات in a pool يعني في وعاء او سلطانية of water يعني فيها مية. طيب يا اصدقائي كل دي الطرق علشان نقدر ان احنا نحافظ على المية. طيب يا اصدقائي هنشوف مع بعض اللي بعده. اصدقائي هنا بيقول ايه؟ بيقول do don do don يعني ايه do يعني ايه don do يعني افعل وعندي don يعني معناها لا تفعل. هنا بيقول fix معناها صلح. بيقول fix the faucet يعني صلح الصنبور. if it drips يعني صلح الصنبور لو هو بينقط. عندي كلمة drips معناها ينقط. عندي اصدقائي الكلمات اللي باللون الاحمر طبعا دي حفظ. طيب هنا بيقول ايه كمان؟ بيقول do يعني افعل هنا او يعني قوم. هنا بيقول turn off the water when brushing your teeth بيقول يعني انك تغلق المية لما تفرش ايه او عندما يعني تغسل اسنانك او تفرش اسنانك. فالحاجات دي كلها عندي اصدقائي بيقول ايه do يعني افعل او يعني الحاجات دي صحيح. عندي بيقول ايه don't take long bath يعني بيقول ما تاخدش دش طويل. ايه كمان بيقول don't use a lot of water when you wash the dishes يعني بيقول ما تستخدمش مية كتيرة عندما تغسل الاطباق. تمام طيب اصدقائي يبقى كده احنا عرفنا عندي do وعرفنا كمان عندي don't. هنا بيقول look and take يعني انظر وضع صح or false او يعني خطأ. take long bath دي يعني بتاخد دش طويل فطبعا دي خطأ. هنا بيقول ايه اصدقائي؟ في معايا اصدقائي هنا عندي الحنفية بتاعتي بتنقط فطبعا ده عندي ايه سلوك خطأ. اللي احنا المفروض يا اصدقائي زي ما قلنا فوق قلنا نعمل ايه fix the faucet if it drips يعني نصلح الحنفية لو هي بتنقط. طب هنا الولد بيعمل ايه؟ هنا عندي الولد عامل ايه اصدقائي؟ turn off the water when brushing his teeth يعني هو قافل المية وهو بيغسل اسنانه فطبعا ده سلوك صحيح. طيب هنا البنوتة بتعمل ايه؟ wash the fruit and vegetables in the pool يعني بتغسل خضروات وفاكهة فين؟ في طبق فدي عندي صحيحة. هنشوف يا اصدقائي مع بعض اللي بعده. هنا جايب انشطة بيقول هنا ايه؟ البنوتة اللي في الصورة بتعمل ايه؟ wash fruits and vegetables يعني بتغسل الفاكهة والخضروات. طيب وهنا بتعمل ايه؟ هنا بيقول طبعا دي make coffee يعني بتعمل قهوة. طيب هنا بيقول look at the pictures and complete with يعني انظر للصور واكمل بيه. هنا بيقول turn off the بيقول اغلق ايه؟ طبعا هنا عندي اصدقائي اغلق ايه؟ faucet اللي هو الصنبور. طب هنا take short showers ان هو ياخد دش ايه؟ يكون قصير. طب هنا عندي choose شايفين معايا اصدقائي طبعا بيقول turn هناخد ايه؟ turn off the water when putting shampoo on your hair يعني بيقول اغلق المية عندما تضع شامبو على شعرك. طيب اصدقائي طيب هنشوف اللي بعده. طيب هنا عندي نمبر 2 هنا بيقول short showers هقول ايه take short showers. طب هنا اصدقائي بيقول wash your fruit and vegetables in a pool of يعني اغسل بيقول الفاكهة والخضروات في وعاء من ايه وعاء من المية فهختار هنا عندي ايه water. هنا how do you هنا بيقول water هقول how do you conserve يعني كيف تحافظ على المية. هنا بيقول I not short showers هقول take short showers. هنا بيقول water your plants in the early يعني بيقول اسقي النباتات في ايه الباكر هقول عندي في الصباح الباكر in the morning. طيب هنا السؤال خاص بالترتيب هقول how do you
conserve water وحط علامة الاستفهام. Number 2 هقول I take short showers وحط عندي نقطة. Number 3 هقول what are the plants وحط عندي نقطة. تمام أصدقائي، بعد كده السؤال الخاص بالخط هنشوف مع بعض اللي بعده. أصدقائي أول حاجة جايب عندي March اللي هو شهر مارس، فدي عندي 1. هنا spray اللي هو البخاخ number 2، winter اللي هو الشتاء دي number 3، strawberry اللي هي الفراولة فدي number 4. طيب هنشوف مع بعض على طول الصفحة اللي بعدها. هنا عندي أصدقائي look and take، طبعا ده عندي شهر يوليو اللي هو عندي جولاي. طيب هنا عندي أصدقائي دي عملية قلنا اسمها ايه evaporation. طيب وده عندي street اللي هو الشارع، ده عندي spring اللي هو الربيع، عندي condensation. طيب وده عندي ايه hot يعني حار. طيب السؤال اللي بعده read and match، هنا بيقول it's cold، هنا اقول it's cold فين يا أصدقائي؟ in winter يعني في الشتاء، فدي عندي هختار C. when is ده عندي سؤال، هقول when is your birthday يعني امتى عيد ميلادك، فدي عندي دي. هنا بيقول what's your favorite season يعني ايه فصلك المفضل، فدي عندي A. هنا بيقول take هقول short showers. تمام طيب اصدقائي، فهختار هنا عندي A B. تمام طيب اصدقائي بالشكل ده. هنشوف مع بعض اللي بعده. turn off the faucet يعني اغلق السنبور، هوصلها بالسنبور. هنا اقول it's on وهنا اقول ايه اصدقائي طبعا شهر نوفمبر. هنا بيقول choose the correct word، اختر الكلمة الصحيحة. it is cold in يعني هي بيكون برد فين، هقول winter في الشتاء. طب هنا is your birthday طبعا ده سؤال، بقول when. هنا اصدقائي it will be hot طبعا ده بيتكلم عن المستقبل future، هختار عندي tomorrow يعني غدا سيكون حار. هنا بيقول my birthday is يعني عيد ميلادي فين، هنا قلنا اصدقائي الشهور بتاخد ايه تاخد on. هنا my favorite season is يعني فصلي المفضل اللي هو ايه اصدقائي، هنا عندي هختار friday الجمعة، spring ربيع ولا may. هنا عندي بتكلم عن season اللي هو الفصل، فطبعا هختار عندي الربيع. طيب بعد كده عندي الفقرة دي احنا قرناها اصدقائي في الفيديو السابق. هنا بيقول earth moves around the moon يعني بيقول الارض بتتحرك حول القمر، فطبعا الاجابة خاطئة، طبعا يا اصدقائي هنقول sun. هنا بيقول in summer it's hot يعني في الصيف بيكون حار، طبعا صحيحة. it's very cold in spring بيكون الجو برد في الربيع، طبعا خطأ. بيقول it's sunny in fall يعني بيقول ان الجو بيكون مشمس في الخريف، هنا بيقول it's sunny in fall. تمام يا اصدقائي هنشوف مع بعض اللي بعده. هقول when is your يعني number 2، هقول birthday وهختار هنا عندي علامة الاستفهام. هنا هقول what's your، هنا هقول favorite month وهحط عندي علامة الاستفهام. طيب اللي بعده أصدقائي هنا بيقول put the sentence in the correct order to make a paragraph، بيقول ضع الجمل في ترتيب صحيح علشان تعمل ايه paragraph أو تكون يعني فقرة. طيب نبدأ كده أصدقائي. هنا أول حاجة بيقول my favorite season is spring يعني فصلي المفضل هو الربيع، فدي عندي number 1. طيب أصدقائي number 2 هقول the flowers grow in my garden and there are butterflies، فدي عندي أصدقائي دي عندي إيه؟ دي عندي 2، فدي عندي أصدقائي number 2. ده number 3 هقول everything grows and is new، كل شيء بيكبر وبيكون جديد. بعد كده آخر حاجة هقول إيه؟ هقول what is your favorite season يعني إيه فصلك المفضل. هنا السؤال الخاص بعلامات الترقيم، طبعا أول حاجة أصدقائي هنبدأ كده عندي بكابل الليدر، هنبدأ نكمل الجملة نحط هنا نقطة. طب وهنا هنكتب عندي كابل الليدر، هنكتب عندي السؤال وحط في الآخر علامة استفهام، واخر سؤال طبعا هو سؤال الخط. اصدقائي انا خلصت معاكم يونت 8 بالكامل، يا رب اكون قدرت افيدكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. ثانكس فور واتشينج، باي باي.